اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده جد اسلام. الف مبروك للنادي الاهلي بطوله السوبر، والف مبروك كمان الاداء اللي بصراحه فوق يعني احنا كنا متوقعينه، بس المباراه يعني ظهرت بشكل يفوق اللي احنا كنا الناس كلها كانت منتظراه. وبصراحه كولر قدم مباراه فنيه تكتيكيه من اعلى 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 تراس. مبروك يا ابو حميد. الله يبارك في حضرتك، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. وبطوله طبعا غاليه علينا وبطوله مهمه جدا في بدايه الموسم. وفي البدايه برضو عايز اقول للكابتن محمود الخطيب كل سنه وهو طيب، اسطوره النادي الاهلي، يعني رمز الاخلاق ورمز الطيبه، وواحد عمره ما عمل مشكله طوال حياته. عمرنا ما سمعنا يعني ان هو عمل مع مشكله مع لاعب ولا مع مؤسسه ولا مع اي حد. يمكن هو بقاله 51 سنه ما شاء الله، يعني ربنا يديله طول الصحه والعمر، يعني 51 سنه داخل جدران النادي الاهلي، سواء كلاعب سواء كمين صندوق سواء كنايب سواء كرئيس. يمكن دي البطوله رقم 11 للكابتن محمود الخطيب من اول ما بقى رئيس للنادي الاهلي. السوبر المصري ده البطوله رقم 11، واثنين برونزيه كاس عالم، يعني يعتبروا 13 ميداليه. فربنا كده يعني ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليه، وان شاء الله دايما نكون في انتصارات وافراح دايما. وبطوله السوبر دي يعني بصراحه كانت يعني عنق الزجاجه كده، ودايما كده في كل الماتشات اللي هي بتبقى اللي ما ينفعش نخسر فيها، الحمد لله الحمد لله يعني بنكسبها. زي مباراه القاضيه ممكن كده كانت برضو، كان يعني دايما في اللي هي المباريات اللي بتبقى الحساسه كده، او المباريات اللي هي بتبقى صعب مستحيل تخسر فيها او بتبقى صعبه قوي، الحمد لله ربنا بيكرمنا فيها. طيب مبروك برضو، انتوا فايزين بالمركز الاول على فين؟ في قناه، في صفحه تايم ميديا. صفحه تايم ميديا من الصفحات اللي مهتمه بالتحليل ونجوم التحليل، وبالتالي احمد ثابت وكريم سعيد. بس انا سالت سؤال الحقيقه، اقول له يا كريم شو اللي جايب لنا؟ معلش اوكي، ثابت ابننا برضه، افضل ثابت ابننا برضه، افضل فقره تحليليه لموسم 2022 كريم سعيد واحمد ثابت من خلال وجودهم طبعا في قناه الاهلي. تصويت الجماهير في استفتاء، اي تصويت جماهير الحمد لله كل جمهور النادي الاهلي بيبقى واقف مع محللينه ومع قناته في كل شيء. تصويت الجماهير في استفتاء تايم ميديا، احمد ثابت وكريم سعيد افضل فقره تحليل رياضي موسم 2022. وبالتالي برضه يعني الف مبروك يا احمد، والف مبروك لنا كلنا طبعا كسلام. لا والف مبروك لنا كلنا طبعا، وعمل جماعي معانا وعمل جماعي اكيد، واحنا طبعا جزء من البيت الكبير، يعني بقى لنا دلوقتي اهو داخلين في السنه الثالثه والحمد لله. طبعا يعني تواجدنا مع حضرتك اكيد اضاف لنا كتير، وانا عايز برضو الناس تبقى عارفه ان المسؤولين عن صفحه تايم ميديا مش مجرد ادمنز، دول ناس اصلا شغالين في المجال التلفزي. صحيح، كل بوستاتهم بوستات تقنيه، يعني الناس دي انا لسه حتى يعني من اهم الصفحات على الفيسبوك اللي بترصد لك مثلا. برضو بينتقدوا لا ده بس ده البوستات بتاعتهم بسم الله ما شاء الله عليهم، اللي بيكتب يعني مثلا يقول لك الفرق ما بين ام بي اي جي 2 والام بي اي جي 4، وازاي النهارده مثلا تقنيه الاتش دي محتاجه عربيات كذا، والتقنيه العاديه بتحتاج يعني. بصراحه الصفحه دي فهمتنا يعني ايه نقل التلفزيون. مظبوط. وكل الاستفتاءات طبعا بصراحه الاستفتاءات الصفحات على فيسبوك كلها فير، لان الفيسبوك التول بتاعته ما فيهاش لعب يعني. ده فيسبوك صحيح يعني موقع رقم واحد في العالم، فاحنا بنتشرف. وهي من الصفحات اللي ساعات بتنتقد حتى قناه الاهلي نفسها. صحيح، حصل. لا وده احنا قلنا احنا مفيش مشكله، احنا بنحترم طبعا كل الاراء، بس احنا طبعا بنشكر ان احنا للموسم الثاني على التوالي الحمد لله فقرتنا التحليليه هنا بتحوز على المركز الاول في الاستفتاء. وكمان بنشكر طبعا اكيد جمهور النادي الاهلي اللي اكيد ظهر وسند لاي حد بيخش استفتاء. بصراحه اي استفتاء فيه حاجه تخص النادي الاهلي على السوشيال ميديا اعرف ان الاستفتاء منتهي من بعد ما يبدا بدقيقه بصراحه. صحيح، وهذه هي الحقيقه. اي استفتاء يعني الاستفتاء اللي بيبقى ده بالتصويت بيبقى يعني صعب طبعا، بس ما فيش حاجه صعبه مع جمهور الاهلي الحمد لله يعني استفتاء. بس عايز اقول برضو ان ده عمل جماعي طبعا. يعني عمل جماعي، في ناس بتبقى ورا الكاميرات، في اخراج، في اعداد، في بروديوسر،
الناس كلها شغاله يعني برضو وطبعا لسه وطبعا يعني انا ما بتكلمش خالص اساسا في لا طبعا ومذيع يعني اكيد حضرتك بتدينا وقت مساحه يعني بتدينا تاخد الكلام ده بتدينا وقت مهم جدا يعني بتدينا وقت كبير وبتدينا مساحتنا واحنا الميزه الحمد لله ان يمكن ان الشخصيات يعني ايه احنا عندنا شخصيات كده او الطبيعه انا بشوفها ان هي مختلفه فده الحمد لله اللي هي ايه عامله على الشاشه ألف شغل مبروك تستحقه دايما من تقدم لتقدم وقناه النادي الاهلي دايما في ظهر ولادها وفي ظهر ابنائها وفي ظهر محللينها وفي ظهر محبيها.